السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد المدهون. المهم اليوم درسنا عندنا محادثة. طبعا إيش أكثر وسيلة هي بتعلم الواحد كلمات؟ هي يعني طيب محادثة، لأن كل عبارة عن جمل، والجمل هي مجموعة كلمات بتعطي معنى أو situation، موقف بتخليك تحفظ الجملة بشكل سهل أحسن من حفظ الكلمات. طبعا ما نطول في الشرح، ما نطول في الكلام، نبدأ في شرح عنوان هذه المحادثة. عنوان هذه المحادثة هو Trevor answer questions about his camera and taking pictures. هذا Trevor answer، يجيب Trevor يجيب الأسئلة على كاميرته، حول كاميرته أو عن كاميرته، ويأخذ صور. المحادثة بتبدأ من شخصين، واحد شخص اسمه تود وشخص اسمه تريفر. والمهم تريفر، do you have a camera؟ هل لديك كاميرا؟ هنا يقول له تريفر yeah، نعم I have two cameras، لدي كاميرتان. I have a digital camera، لدي كاميرا رقمية. And RSLR camera، وكاميرا SLR هذا الصنف حقها أو النوع حقها SLR، أو بكل مختصر من ثلاث كلمات كل كلمة مأخذ منها حرف. Todd okay، طيب أو ماشي okay. Which one do you prefer أي واحدة تفضل؟ Trevor. Recently, I'm using the digital camera a lot. مؤخراً, أنا أستخدم الكاميرا الرقمية، the digital camera، الكاميرا الرقمية a lot، كثيراً. I can make the photos، أستطيع أن أصنع أو أعمل الصور، photos صور، on my personal computer، في كمبيوتر الشخصي. طيب هنا يقول له Todd okay، what do you like ماذا تحب؟ to take انت تاخذ photos of صور، في او اي صور، ايش هم الصور هذول اللي تحب تاخذهم؟ هذا الصيغة الترجمة المقصودة، ايش هم الصور هذول اللي تحب تاخذهم؟ ايش تحب تصور يعني؟ ايش تحب تصور؟ I like take photos of people، احب اصور الناس، mainly اساسا، في الاساس، صفة ظرف عفوا. Sometimes landscapes but mainly people، يعني sometimes بعض الاحيان landscapes مناظر طبيعية، ودائما احيانا ممكن تيجي من غير فاصل زي كذا، landscapes مناظر طبيعية، but mainly people، لكن في الأساس الناس، يعني أحب أصور أساسا، أحب أصور الناس. طيب تود يقول له now you mean your family is or strangers، عن الناس اللي حب يصورهم، يقول لك تعني عائلتك ولا الغرباء، stranger الغرباء. Trevor يقول له or family and friends، الأصدقاء والعائلة والأصدقاء. Sometimes strangers يعني وبعض الأوقات الغرباء. Okay Todd يقول oh، يعني زي يا إلهي، يا علامة تعجب زي كذا، علامة تعجب أو زي أداة متابعة، أوه زي بقولك أوه ماي جاد، أوه ماي جودنس، فيها شوية اندهاش. أوكي طيب، do you mind being photographed being photographed، أن تصور. Trevor يقول له no I like it، أنا أحبها. No I am not shy، يعني أنا لا أحبها ولا أنا خجول، ولا أنا خجول وما أنا خجول. He
هنا التودد عليه اوكي do you smile when people take your pictures picture do you smile اوكي طيب do you smile هل تبتسم when people take your picture وعندما الناس ياخذون صورتك او يصورونك يعني تريفر يرد عليه يقول sometimes or I might make a silly face sometimes بعض الأحيان or I might أنا قد الاحتمال ضعيف جدا might تجسد الاحتمال ضعيف جدا طبعا هي إحدى المودلز فيرو تم شرحها في القناة عندنا على اليوتيوب طبعا make a silly face يعني أسوي أو يصنع يسوي يعمل وجه سخيف هنا تود يرد عليه a silly face وجه سخيف اوكي طيب اللي هي نفسها I am بس بتلفظ باللفظ هذا لما يكون في احدى الحالات تلفظ المهم بتكتب الاي زي اليو لانها بتلفظ او المهم نقطه what kind of picture do you like what kind of pictures اي نوع من الصور do you like انت تحب to look at لتنظر على هنا تريفر I like to look at nice landscapes and city backs and cityscapes I like to look أنا أحب أن أنظر at nice landscapes على المناظر الطبيعية الجميلة and cityscapes والمدينة أو مناظر المدينة cityscapes هنا بتعجب يقول cityscapes مناظر المدينة تريفر يرجع يقول له yeah photographs taken in the city yeah نعم photographs صور taken in the city صور مأخوذة في المدينة هنا تريفر يقول له okay طيب great and do you have picture yourself of yourself as a child يعني great and do you have great عظيم and do you have هل لديك pictures صور of yourself as a child صورك عندما كنت صغيرا أو صورك كطفل كترجمة حرفية هي معناها ترجمة المقصودة صورك عندما كنت صغيرا ترجمة مقصودة المحرفية كما صورتك كما لو كنت طفل أو كما أنت طفل كما كطفل مثلا زي كذا تريفر يقول له oh I've got a cable at home I've got لدي a cable at home ثنتين في المنزل but they are a bit embarrassing لكن هما they are فالكينون يكون a bit embarrassing نوعا ما محرجة okay Todd okay طيب Do you have any pictures of your family in your wallet? هل لديك بعض الصور of your family in your wallet? صور لعائلتك في محفظتك. Yeah, I've got a picture of my mom and dad. نعم, I've got a picture. لدي صورة of my mom and dad. لدي صورة لأمي ولوالدي. هنا تود يقول له, Oh, wow. واو هذا وقت قال عندي علامة التعجب تمام هذا وقت قال عندي علامة التعجب that's nice هذا جميل جدا وهذا رائع okay thanks Trevor okay طيب شكرا thanks شكرا Trevor اسم الشخص في المحادثة تمام هذه الترجمة المحادثة هنا بس أنا حافظ ترجمتها عشان كذا ترجمت لكم إياها ما في داعي في ذكر الترجمة الثانية بينما أنا قرأت الترجمة أو نقرأها ما هو مشكلة نقرأ ما هي صعبة سهل جدا المهم الفيديو بيخلص في نهايته أتمنى يكون هذا الفيديو أفادكم ونال اعجابكم اتمنى عجبك فيديو ما تحرمنا من لايك شير سبسكرايب والاشتراك في القناه اهم شيء عندي اشتراك في القناه عشان يصلك كل جديد اشترك في القناه لما تشوف اي فيديو من فيديوهاتي اشترك في القناه طوال لان يوميا بنزل فيديوهات عشان توصلك كل فيديوهات لكل جديد يوصلك على الايميل او على اليوتيوب يوصلك
شكرا لمشاهدتكم، السلام عليكم.